السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع اللي هو بيكس فيرس موقع قوي جدا، تقدر تعمل منه فيلم كامل. فيلم كامل، الفيلم عبارة عن مشاهد، قليل قوي الأفلام اللي هي بتكون من أولها لآخرها مشهد واحد، يعني تقريبا 5 6 أفلام في تاريخ السينما كلها. إنما الطبيعي إن هو بيعمل مشهد وبعد كده ينتقل لمشهد اتنين ومشهد داخلي وخارجي والحاجات دي كلها. فهنا أنا هقول له مثلا ده المشهد الأولاني، وأقول له المشهد الأولاني أنا عايزك تعمل لي فيديو 5 ثواني في المشهد دوت. والتاني ممكن برضو تقعد تكتب بقى، شوف انت عايز تكتب ايه مثلا، ايه ارب نايت رايد هورس، ومشهد تالت ليون ووك ان كايرو ستريت. وتقدر تكتب بالعربي، تكتب بالعربي، لكن النتيجة بتاعتها بيكون ضعيفة شوية. ماشي، فانت عملت 3 مشاهد تمام، وتقدر تعمل 500 مشهد محدش يقول لك حاجة، وتقدر تخليها 8 ثواني وتضغط هنا يبدأ بقى يعمل لك الفيديو بتاعك. الموضوع سهل جدا وبسيط، بدل ما انت كنت بتعمل فيديو فيديو 5 ثواني 5 ثواني وبعد كده كنا بنروح لموقع كاب كات، لا هنا الموضوع بقى اسهل بكتير. طيب دي فيديوهات انا كنت عاملها قبل كده، لو جينا هنا ماي فيديو هو لسه ده بيتعمل، يعني بعد شويه هيظهر معانا. دي فيديوهات كل اللي انا كتبته تكست بسيط خالص. تعال نشوف دوت. تمام، قلت له هات لي كان في مثلا قطط لقيت كنز وكده، فبدا يعمل لي الفيديو بالشكل دوت. ممكن ابدا اقول له اب سكيل، يعني زود لي الجوده، يعني الجوده بتاعته كويسه. ممكن تقول له ريتراي، اعمل واحد تاني. طيب ده فيديو تاني عن الاهرامات. طيب ده فيديو رفعت له صورة ليا هو بدأ ان هو يخليها تتحرك، ده ليا برضو كنت صورة خلى الايد تتحرك ان انا بحرك ايدي. تمام، فانت ممكن تديله صورة ليك ويبدأ ان هو يحركها، دي صورة او خلاها تبدأ انها تتحرك وهكذا. خلي قلت له سمايل اند درينك كوفي، خلاني اشرب قهوة. ماشي، طيب فالموضوع سهل جدا ولذيذ جدا ومسلي. ممكن تقعد كل شويه تقول تكست تو فيديو وتبدا بقى تكتب التكست اللي انت عايزه وتستمتع بالفيديو اللي هو يعمله لك. تمام، البرومت اهوت النيجاتيف برومت ده بيبقى كويس لو انت في كلمه معينه او حاجه معينه مش عايزها تقدر ان انت تشيلها. الموديل هتبدا تختار الانذار التاني وتقول له كرييت، يبدا ان هو يعملها لك، بيقول لي النقط بتاعتك خلصت. ماشي، هو بينزل نقط كل فترة بس النقط خلصت. امش تو فيديو، هترفع صورة وتقول له حرك لي الصورة ديت، اديله البرومت، يعني ممكن تديله صورة وتقول له خلي الصورة دي تضحك، خلي الصورة دي تبتسم وهكذا. فالموقع فيه شوية حاجات حلوة تقدر ان انت تقعد تجربها. ممكن تبتكر شخصية، ترسم انت شخصية او ترفع صورة، يعني انا رافع صورة ليا بحيث في اي لحظة اخد الصورة دي واقول له خلي الصورة دي مثلا بتتكلم بتضحك وهكذا. فده الموقع، اتمنى يعجبكم ان شاء الله وهتستمتعوا بيه انا واثق. دي فيديوهات ناس تانية اللي عملوها، دي ديسكفر، بحيث ممكن انت تبص كده يعجبك مشهد معين فتاخد البرومت وتبدا ان انت تستخدمه. هو عشان الحاجات مجانيه بيبدا ان هو يديك يخليها للناس كلها، لو انت عامل اشتراك بفلوس، لكن انت تخليها برايفت او تخليها بابليك للناس زي ما تحب. شايف حركة السفينة وحركة المية جميلة جدا. لو في مشهد عجبك تقدر تشوف البرومت اللي مكتوب ايه وتقدر ان انت تعدل فيه، تاخده كوبي وتبدأ ان انت تستخدمه تاني وهكذا.